استيقظ الفلسطينيون صباح اليوم على خبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. إلى جانب صدمتهم بهذا الخبر، هناك الكثير من المخاوف بالنسبة لهم من انهيار المفاوضات وتوقفها عقب هذا الاغتيال، بينما تنادي أصوات أخرى بطبيعة الرد الذي تترقبه خلال الساعات المقبلة، سواء من غزة أو حتى من القوى في الإقليم. خلال هذا التقرير نرصد وإياكم آراء الفلسطينيين في غزة حول أخبار اغتيال هنية وكذلك مصير المفاوضات. الحرب أصلاً ما وقفتش يعني لحتى هذه اللحظة، يعني اغتيال هنية بيأثرش كثير على اليهود، يعني إنه وقف الحرب وما وقفوش. بالعكس المقاومة هي اللي بتقرر توقف الحرب ولا توقفش. بعدين إحنا يعني أول شيء كانت صدمة كبيرة، يعني اغتيال إسماعيل هنية رحمة الله عليه. يعني كمان أنا كشخص يعني بحمل المسؤولية لإيران، يعني واحد قاعد عندك، يعني أنا لو واحد في بيتي بده يجي أقل ما فيها بدي، لو واحد بدي كاتله بدي دافع عنه. والله هذا خبر عادي، يعني هو يعني هنية يعني صحيح أنه قائد وهذا، بس هذا ما اختلفش زيه زي أي مواطن وزي أي مواطن عادي. يعني موت وموت واحد عادي زي اللي راحوا 50,000 عادي، واحد مات والله يرحمه. يعني إيش أكثر إشي بخوفك من الاغتيال؟ والله أكثر إشي بخوفنا إنه الحرب تطول والمفاوضات توقف وإحنا يعني نضلنا هيك عايمين وماكلين يعني ونتشحشط ونطلع هنا وهين. فإحنا هاي اللي خايفين منه إنه ما توقفش الحرب وتضلها شغالة. لا هي ما فيش فيها حرب شاملة طبعا، هي حيكون في استكمال المفاوضات، لكن هي بدها شوية وقت لأنه خبر برضو صادم. يعني شخصية مهمة في حركة حماس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يعني بتعتبر زعيم من هو الحركة، حيكون شوي يعني حتقف شوي المفاوضات حتتعطل، لكن هتتكمل يعني زيه زي أي قيادة استشهد من القيادات الموجودة على الساحة الفلسطينية. يعني